والله جوع مسامي عرب. جاي والله والله كفجرتي. مو بس هيك الحقيقة جوع إذا بتفوت الشباب يعني شو بدي إلا مواهب خامات خامات في كت سيارات عبينا كبار من سمير يوقف وأنا شو عم ساوي عم ساوي نخبون نخبون نخبتون عم أول نائب عامل استراتيجية الخطة اثنين لا اثنين ايه واحد لا واحد ايه رسنون أفجانت دحوك في الشرطي فوت شوف بعينك إذا مالك مصدق دحوك روح أبو ليلى اللي هلا انا بدي اطمن عليك الوضع جوا شلون مبسوط انت لا والله كل شيء تمام التمام ما في احلى من هيك رواه على 24 مروقين كثير يعني طيب مضطر عكرك انا والله دقيقة لا تعكر بلش العريس معصليج ومو راضيان يسقط حقه ان شاء الله عمره ما يسقط حقه ان شاء الله جلين جيم صارقته وعلى مهل ياخذ راحته شلون يعني هيك لك قبل ليله بدنا نطالعك نحن منهم والله سمير اخذ اختي ايوه شو بدك تطلع شو قلها لك ايه بدنا نطالعك ولا هيئتك مبسوط هو والله هو من جهه ماني مبسوط مبسوط كثير بس اخ بس لو في نسوة ايوه هذا اللي ناقص ايه ما شاء الله شو هذا لك يا عريس لك عم تتحسن بسرعه هايزو العريس بقى خلصنا لا عمي عريس واحسن عريس اللي ما عجبه اللي عجبه اليوم دقيت له الصبح ايه قامت رديت علي وقالت لي الحمد لله على السلامة حلو رجعت دقيت له هلا ايه ما رديت علي ايه شو يعني ما رديت عليه بتكون يا بالحمام يا حاطه الموبايل سايلان ولا هيك قلت كمان دقيت على الارضي رديت امه ايه بس ما عم تقول لامه ما باخذ واحد شكله طالع من الفرن من الفرن؟ هيك قالت لا؟ بس هو عارفيني من هالحرام اللي قلبها لك لا لا سبع تمك شو بدك انت بالعالم هلا تسب فلان وعلتان التهي بحالك اهم شي امورك عندك جوازي انت اموري ما ضل في امور الله يسامحك يا ام النور على هالورطة اللي ورطتنا اياها العروس مين ابوها شو بيشتغل وين بيته هي جبت لك البيانات كلها اسمه وعنوانه وكل شيء خلص ابجانتي محلوله كبير يا ابو الملوك كبير بدك شيء مني معلم ابجانتي خففوا لي هالعي انت واصحابك مو ناقصي وجع راس ايوه امرك معلم بتمون على الرابي انت خاطره قليل مع السلامه شو بدها صايم امبارح كانت معطله سياره الكيا وسياره اللادا وانت شو عرفها؟ بس شفت لي شلون زينت اللانسر بالاخير؟ جنط انت في شيء مخبي علي؟ انا انت بتعرفني اني ما بكذب عليك بس انا امبارح لما رحت على المغسل فضيت شوي من مية البطارية للكيا وضيت من مية الريداتير اللي كانت باللادا بس ما بعرف شو يعني هيك اللي صار هي ما حبيتها منك بنوب يا جنط ما قدرت اتحمله لملك الكيا لما كان عم يمشي يتمختر ويتمقلس عليك بس لانه بدهم يطلعوا معه العرسان حتى لو كان بس الله ما قالها ما بصير تعمل هيك وعدني تكون اخر مره بتعمل هيك حركه جنط بس والله انا عملت هيك من شانك جنط الغلط غلط عم اقول لك ما بصير والله زعل ايه مرت عمي واثقوا الخطوات يمشي لك الله يخليك اياك يا رب الله معك الله معك بشي لك وافقت لك ابجانتي وافقت طبعا بدها توافق عمي ابجانتي لو بيحط اصبعته بشغله بدها تزبط لك الله يخلينا اياك يا ابجانتي يا بلد الله يديمك يا عريس وشو مشان ابو ليلى اللي بدك يا بصير هلا بنزل بسط حقي يا عيني عليك هيك بدي اياك يلا قوم يلا لك عم بمزح معك معقول بدك تروح